اي اكيد ما في ثقه ولا في مصداقيه، يعني ما تدري الميزان هل هو صادق بالميزان ولا يعني مغير فيه، يعني انه يعطيك ميزان اكثر ولا اقل وهكذا. الميزان نفس الميزان، هل تعرف انك تبيني بذمتك فعلا نفس الميزان بذمتك؟ يومك تحسبها واحد يقول لي 205، واحد يقول لي 200، واحد يقول لي 170. تثق بميزانهم ولا ما تثق؟ والله ما اثق بميزانهم، انا اثق بذمتك انت. إذن يبدو أن الضمير وحده هو الرقيب والحسيب لدى مرتدي أسواق الذهب، لكن هل هناك ما يبعث على الإطمئنان والثقة غير الذمة والضمير وثقة المستهلك السعودية؟ احنا في واحد من أشهر أسواق الذهب في العاصمة الرياض، تحديدا دخلنا أحد المحلات. السؤال لما تدخل محل كيف تتأكد أنه ما في غش ولا تلاعب؟ اليوم احنا في حضرة أستاذ فيصل وكذلك أجهزة مرافقة مع أستاذ فيصل، معنا كذلك أستاذ محمد، وش وضع الأجهزة هنا؟ الله يحييك، هذا البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة، معني بالتحقق من الموازين والمحافظة على صحة قراءتها. نحاول نحمي المستهلك من التلاعب، ونحمي كذلك التاجر من الخسارة، بحيث أن نضمن هذا الميزان أن يكون معايير المرجعيات الأوزان التابعة للهيئة السعودية لمواصفات المقاييس والدول. زميلنا المهندس محمد انتهى من إجراء التحقق الدوري على الميزان، فالآن عندنا حاجتين. أول حاجة اللي هو الملصق الأول اللي يوضع على أماكن التعديل، ممتاز، بحيث أنه لا يتم التلاعب بالميزان، هذا أولا. ثانيا يوضع ملصق التحقق المترولوجي الأخضر، ممتاز، وهذا يثبت أنه الميزان سليم وأن قراءته صحيحة. كما أن هناك ملصق أخضر يمنح الثقة والاعتماد، فهناك أيضا ملصق أحمر على المخالفين. السلام عليكم. وين الميزان اللي تشتغلون عليه؟ هذا الميزان. طيب وين الملصقات الخضراء اللي عليه؟ الملصق الخاص بالبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة، برنامج تقييس. والله ما درينا، لا بس كان في واحد قديم ولا هذا الموجود اللي. طيب هذه الموازين مخالفة، وهذه ينطبق في حقها مخالفات نظام القياس والمعايرة، لذا هذه الموازين تعتبر مرفوضة. طبعا الميزان اللي ما عليه ملصق أخضر يتم تبليغ وزارة التجارة، لأنه ميزان مخالف، فيتم تبليغ وزارة التجارة عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال بالرقم 1900 لضبط المحل وضبط الميزان اللي يتم البيع فيه. يعني المستهلك مشارك في هذه العملية؟ لابد، المستهلك هو رجل الأمن الأول. الذهب سلعة خداعة، وهي دافع للكثير من أعمال النصب والاحتيال، بل يعد جريمة شائعة في بعض المجتمعات الأخرى. ففوبيا غش العيار تسيطر على أسواق الذهب عالمياً لكن محلياً. الجهات الرقابية في المملكة تحارب الغش بأفضل التقنيات، وكل هذا من أجل الوطن والمواطن في وطن المواطن فيه هو شاهد. الإخبارية عاصمة رشودي من العاصمة الرياض.